الحقيقة زي ما حضراتكم تعلمون جميعا، فالعالم بيواجه منذ مطلع عام 2020 جائحة كوفيد-19، ودي أثرت هذه الجائحة بالسلب على معظم الأنظمة الصحية في العديد من دول العالم، وكنتيجة لذلك فتأثرت أنظمة التطعيمات الروتينية في العديد من الدول، حيث شهدت نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية انخفاض خلال العامين السابقين بالعديد من الدول، كما اضطرت بعض الدول لتأخير حملات التطعيم اللي كانت المفروض مخطط لها انها تتعمل. القاعدة المعروفة عن الأمراض المستهدفة بالتطعيم انه بمجرد حدوث انخفاض في نسب التغطية في أي دولة بيحدث زيادة في عدد الحالات من هذا المرض، وقد ظهر ذلك جليا في ارتفاع عدد حالات شلل الأطفال في أكثر من 24 دولة في مختلف قارات العالم. طبعا ده بيتطلب مننا كدولة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع وفادة المرض من الدول المتأثرة بالتفشي الوبائي. حقيقة الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا ومتواصلة على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق هدف استراتيجي صحي، وهو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. مر على مصر النهاردة ما يقرب من 17 عام من آخر حالة شلل أطفال، فمنذ عام 2004 لا يوجد بمصر حالات شلل أطفال، وتم إعلان مصر دولة خالية من مرض شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2006. الحقيقة أنه مصر وضعت خطة استراتيجية، هذه الخطة بتعتمد على ثلاث محاور رئيسية. هذه المحاور الثلاثة بتتلخص في التطعيمات الروتينية والحملة القومية ونظام الترصد الفوري والحساس. فمصر الحقيقة بتمتلك برنامج تطعيمات قوي تمكن أو بتتمكن من الحفاظ على نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية أعلى من 95% لجميع الجرعات الروتينية، وأيضا برنامج ترصد شلل رخو حاد قوي وحساس، وبرنامج ترصد بيئي لفيروسات شلل الأطفال، وهو الأفضل بين جميع دول المنطقة بل والعالم كله. بتقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ العديد من الأنشطة بتستهدف هذه الأنشطة الحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بعدد 7 جرعات بالطعم الفموي ضد شلل الأطفال عند الميلاد وعند إتمام عمر 2 شهر و4 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وعند عام وعند عام و18 شهر، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحق عند إتمام 2 شهر و4 أشهر و6 أشهر من العمر. وزارة الصحة والسكان بتنفذ حملة قومية أو أكثر من حملة سنوياً لتطعيم جميع الأطفال المصريين والغير مصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات المقيمين بمصر للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي سيبن. وقد نفذت مصر حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر فبراير وشهر مارس من هذا العام، ونظرا للوضع الوبائي العالمي لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميا من المرض، ومن أجل الحفاظ على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أراضيها من الإصابة بهذا المرض، تقرر تنفيذ حملة قومية ثالثة هذا العام خلال الفترة من 19 ديسمبر 21 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركة بتتحرك من شقة إلى شقة بعموم الجمهورية، وفرق متحركة لتطعيم جميع الحضانات بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات. الطعم المستخدم في الحملة هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين بالفم مع التأكد من البلع والطعم آمن وبالمجان. بتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45,000 فريق بتضم 90,000 عضو تم تدريبهم وإعدادهم جيداً، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.
طيب بالنسبة للأطفال اللي أخذوا تطعيماتهم خارج مصر يجب تطعيمه بالحمل. يمكن تطعيم الطفل بعد أو قبل الرضاعة مباشرة دون التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم. لابد من تطعيم الأطفال بالحملة بغض النظر عن تلقي التطعيمات الروتينية والإضافية والحملات الصبر، حيث أن تطعيم جميع الأطفال في الحملة بيحدث مناعة مجتمعية ضد فيروس شلل الأطفال، وده الهدف من الحمل. لو الطفل مصاب بأي أعراض مرضية مثل السخونة أو القيء أو المغص أو الإسهال أو أي أعراض مرضية، يفضل الانتظار لحين شفاء الطفل ثم التوجه لتطعيمه في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحة أو الفرق الثابتة بالمواقع اللي عرضناها على حضراتكم دلوقتي. الأطفال اللي مصابين بأمراض نقص المناعة أو بيتم علاجهم بالكورتيزون أو عندهم أمراض سرطانية، أو الأطفال اللي بيتم علاجهم بمثبطات المناعة بالفم أو الحقن، لا يتم تطعيمهم أثناء الحمل. بالنسبة للأطفال اللي عندهم ضمور في المخ أو قصور في إحدى الكليتين ينفع يتطعموا. بالنسبة للأطفال اللي عندهم أنيميا فول ينفع يتطعموا عادي، زي ما قلنا قبل كده إنه موانع التطعيم هي إنه الطفل مصاب بالسرطان أو أمراض نقص المناعة أو بيتم علاجه بالكورتيزون أو مثبطات المناعة بالفم أو الحق، وده لا يتم تطعيمهم أثناء الحمل. لو كان في إصابة بالكورونا وشيف الطفل ممكن جدا إنه يتطعم. لو كان الطفل اللي عنده صفرة ده داخل الحضان ما ينفعش يتطعم، لكن لو كان خرج من الحضان ينفع يتطعم لأنه يعتبر أصبح سليم تماما فما فيش أي مشكلة من التطعيم. للأسف مرض شلل الأطفال إذا أصاب الجهاز العصبي وأحدث الشلل فلا يمكن علاج الإعاقة اللي بيسببها الفيروس، وهنا لابد من أننا نعرف جميعا أن الوقاية دائما خير من العلاج، ولذلك فتطعيم الطفل بنقطتين بالفم في الحملات بالإضافة للتطعيمات الروتينية بيحميه من هذا المرض الخطير. بشكر حضراتكم وإن شاء الله حملة موفقة، وربنا يحفظ مصر وأطفال مصر وكل الأطفال المقيمين على أرض مصر سواء من المصريين أو من غير المصريين، وشكرا جزيلا لحضراتكم.